نقاش موضوع حرية الصحافة. ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد عضو المركز العراقي لدعم حرية التعبير زيد شبر. أهلا بكم سيدي. أهلا بك، مساء الخير. مساء النور. وفقا للجنة حماية الصحفيين، جاء العراق في المرتبة الثالثة في مؤشر استهداف الصحفيين للعام الحالي. كيف تقيمون واقع حرية الصحافة في العراق؟ تحية لك ولكل المشاهدين الكرام. بداية، نحن على اعتبارنا جهة تدافع عن الصحفيين ولدينا تواصل مع لجنة حماية الصحفيين الدوليين وأيضا مكتب حرية التعبير في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بعثة يونامي في العراق. لم نسجل هذا العام أو لا توجد هذه الإحصائية بهذا العام، وإنما كانت في العام الماضي. إنه العراق مقيد، هذا لا يعني أن العراق الآن بخير بالنسبة لحرية التعبير. رصدت الإحصائية، رصدت مقتل 25 صحفيا هذا العام. أقصد أنه لم ترد إحصائية أن العراق في المرتبة الثالثة والمرتبة الخامسة والأولى. لغاية الآن يجري انه عمل الاحصائيه، لكن العام 2018 هو بالاصل انه لم ينتهي. الاحصائيه عاده ما تكون لنا انه بطمات فيها السنويه اقصد. وهذا لا يعني كما قلت لك ان العراق بخير على مستوى حرية التعبير، على العكس، ان العراق يعني اسوه بدول العالم سواء العرب او دول الخليج او دول العالم. انه يعاني اي صحفي اليوم يبحث عن ملف استقصائي يغطي ملفات عن الفساد، اما انه يقتل اما يواجه صعوبات وتقييد في عمله. العراق يعني بدءا من تموز المنصرم انه حدثت احتجاجات من جنوب العراق وهي البصره. نحن ندافع عن حريه التعبير او نتعامل معها ليست فقط على الصحفيين، ايضا ان المتظاهر هو يعبر عن رايه بالطريقه التي يراها مناسبه، لكن يفترض ان تكون وفق القانون. بدأت القتل، بدأت الدعاوى القضائية من أحزاب وحتى جهات حكومية بتهم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني إلصاق تهم للشباب بهدف النيل منهم مرة ب. لو نبقى نتحدث عن حرية الصحافة، من بينها البيان الذي أصدره مركزكم بخصوص نقيب الصحفيين في القادسية والمعاملة الوحشية التي تم التعامل بها معه ومع عائلته أيضا. نعم، نقيب الصحفيين في الديوانية أو في محافظة القادسية جنوب بغداد تعرض، أبلغنا أنه تعرضت عائلته إلى إرهاب من قبل أشخاص يرتدون الزي الأسود، يستقلون سيارة مظللة، يأتون إلى المنزل، يطرقون الباب على عائلته ويبلغونهم أن أبوكم، بهذه العبارة، أين أبوكم؟ الوالد غير موجود، عليهم مذكرة قبض. في حين يبلغ السلطات الأمنية والسلطات القضائية لا علم لهم بهذا الأمر، في وقت أنه يقول أنه لا كاميرات ترصد. تعرفون محافظة الديوانية أنه أسوة بالمحافظات العراقية، من المدن التي بليت بعدم وجود خدمات ولا كهرباء ولا فرص عمل، فالشارع كان في ظلام دامس حتى لا يستطيع توثيق أرقام السيارة على أقل تقدير. هذه ترد من جهات نعتقد او تفسر الى جهات اما باحزاب سياسيه او تتبع الى جهات نافذه في المحافظه او متنفذين. يعني كيف يعني هذه الجراه التي يصل، لا اعتقد انه مواطن اليوم بهذه الجراه يستقل سياره مظلله ويرتدي الاسود ويطرق الباب على اي منزل الا اذا كان مسنود من جهه. أشكرك. نعم. شكرا جزيلا لك عضو المركز العراقي لدعم حرية التعبير زياد شبر، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.